أحيانا قد يكون إمام مسجد ما يعرف أحكام سجود السهو، مثل هذا كيف يكون إماما؟ حتى لو أنه عين لحسن صوته ما أقبل إلا بعد أن أتعلم، حتى لا يعلق بذمتي شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام ضامن، وقال كما عند البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم ولكم. ولذلك ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ متى تكثر الفتن؟ قال إذا قال الفقهاء وكثر القراء. هذه إشكالية، وهو ما عنده علم فيما يخص عبادته وصلاته وهي واجبة. هذا أمر خطير.